السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتنا اللي قدامكم هذا اليوم راهو رانج روفر سبور 2011 2012 2013 عنده نفس الموتور في 6 لا 3 لتر. عندنا البروبليم اللي فيه هذا يغونفلي لنا الماء تغونفلي لي ديريت الماء بليطو لي ديريت هذوما تلقاهم يتنفخوا يتنفخوا تخف عجب تمس سمك تلقاه معجب يتنفخوا حتى يولي يروفولي الماء على يروفولي الماء على البوشون تاع القرعه تاع الماء وينقص له الماء. درنا الديغنوستيك تاعنا لقينا عنده فيت كبيره في جوانكيلاس. دوكا هذا هاني راح نبداو فيه ان شاء الله، هاني بدينا نخدموا فيه ديجا. تبعوا معنا برك، على درت لكم الفيديو هذا، درت الفيديو هذا باش تتبعوا معنا خطوه بخطوه كيفاش راح نديروا له. دوك نعملوا له ندي شاسيوه ليبيري ولا كالوسري على الشاسي دابري باش نحيو باش نقدر نحيو الموتور تاعو. الموتور تاعو كبير وجاي مخزون الداخل ما نقدرش نحيوه ديريكتوم هكا، لازم الليبيري والساشي. مفاجاه كبيره ان شاء الله كي تشوفوا الرانج روفر سبور هذا مقسوم على النص قدامكم. ليسونسيال تبعونا برك خطوه بخطوه وتشوفونا كيفاه ندي شاسيوه ان شاء الله.
دوكا نوصلوا هنا للديمونتاج تاع الموتور. ديجا الموتور ديمونتيناه حليناه كامل كل بياسه وحدها. شوفوا هذا الموتور راهو قبل ما نبداو في كلش نقول لكم الموتور هذا راهو في 6. علاه قلنا في؟ خطركش على حرف في. هام لي بيستو كيمشيو على حرف في، هام ثلاثه من وثلاثه من 6 في 6. نروحوا دركا للبروبليم تاعنا اللي حلين على جالو لا فواتير وراح نخدموها على جالو. شوفوا واش عندنا هنا، عندنا هذا البيستون اسطوانه. شوفوا لا كراس لا تراس هذه وشي، هذا اللي تشوفوا فيه هذا الماء لودرو فرادي اسمه، ها محقن فوق البيستون. شوفوا فيه ها الماء. كي يصرى كي تصرى لا كومبيسيون في الموتور هنا كي يصرى الاحتراق واش يصرى؟ هاي الفويت وين؟ شفتوا الفويت معايا؟ شفت لا تراس هذه الكحله؟ قرب الكاميرا مليح، لا تراس الكحله هذه هو الفويت، هاي هنا ما كانش الفويت. هنا ما كاينش لاطراس كحله، تسمى لاطراس تاع الاحتراق، هاي وان طراسات، هنا البيستون كي يطلع، لا كومبيسيون هذيك اللي صرات، الضغط هذاك اللي صرا واش يصرى معاه هنايا؟ يدز الماء، يدز الماء في لاتويتري، تسمى لي غاز اللي نورمالمون يخرجوا على ليشابمون، كاين شويه منهم يروح للكوندويت تاع الروفروديسمون تاع الماء، هنا واش دير؟ القرعه تاع الماء تروفولي، والماء ينقص، الماء ينقص من روف كي روفولي من البوشون تاع القرعه والله يخرج على ليشابمون، يخرج على هاي ليشابمون، يخرج من هنا يوصل الكاتاليزار ومن بعد يصراو لنا حتى لي بروبليم حتى في الفابو في الكاتاليزار. هذه الهضره نقولوها بار اكزومبل نشوفوا الناس هذوك اللي دي فوا يقول لك جوان كيلاس محروق لي، هاو علاه كيعود جوان كيلاس محروق؟ هاو واش يصرى؟ يقول لي يتسرب الماء هنا ما بين البيستون، هاي الغرفه تاع الماء، هنا يمشي الماء، هاي هنا، قرب شو الكاميرا. هذه الغرفة تاع الماء وهذه الغرفة تاع الاحتراق، يتخلطوا مع بعضهم، الغرفة تاع الماء وتاع الاحتراق تخلطوا مع بعضهم، العازل اللي كان بيناتهم هو جوان كيلاس. البروبليم تاع السيارة هذه وين لقيناها حنايا؟ بعد ما درنا الدياغنوستيك تاعنا مازلنا ما وصلناش للحل النهائي، هذا خدمها قبل عند حايد خلاف ما على باليش، خلاو له يا إما البولون هذا تاع السراج خلاوه مرخوف تاع الكوتي هذا، يا إما خلاوه مرخوف ولا فوار البولون، مازلنا ما وصلناش لها النتيجه. نروحوا دوكا نشوفوا هنا لاكيراس معنا، هاي لاكيراس كيف كيف نفس الحكايه اللي نشوفوها في البلوك اللي هي في الموتور نشوفوها في لاكيراس. هاي لاطراس وين؟ هاي لاشومبر تاع الماء وهاي لاشومبر تاع الاحتراق، غرفه الاحتراق. كي يصرى هنا الضغط يصرى الاحتراق يتخلطوا مع بعضهم تروفوا للماء ولا ينقص الماء يروح للكاتاليزر. هاو الكاتاليزر نزيد نعدل لكم دوكا الكاتاليزر والفلتر بارسيكيل تشوفوه قدامكم في لافواتير. صور هنا هذه لي شابمون العادم يخرج منها النواتج، يخرج منها لي غاز المحروقين. هذا الكاتاليزر هو الاول، هذه لا سوند لاندا ما نسميوش كلش بريسك راه يكفينا الوقت. هذا الكاتاليزر وهذا الفيترا بارتيكيل. احنا المهمه تاعنا كامل في السيارات هنا اللي صايرين عندنا المشاكل كامل صاير عندنا في الجزائر من الكاربيرون هو من الفيترا بارتيكيل. ها الكابتر ديفيرونسيال ها التويوات تاعو هضرنا عليه المره اللي فاتت في المرسيدس، يقيس الدخله تاع الكاتاليزر ويقيس الخرجه، يقيس لا ديفيرونس ما بين الدخله تاع الفيترا بارتيكيل بليت اسمحوا لي والكاتاليزر. دركا نرجع لاكيلاس، لاكيلاس تاعنا هذه لازم دوك نقيسوها بلوتي سبيسيال ولا نديوها عند تورنر يشوف لنا هنا اسكو عوجه ولا ماهيش عوجه. لازم نقيسوها عوجه ولا مش عوجه، اذا كانت عوجه نشونجيو لاكيلاس ولا نعملوا لها مسحه خفيفه. التورنر هو اللي قرر لنا ليسونسيال. خواتنا نحبسوا دوك هنا في لافوتور هذه نحبسوا هنا وراح نرجع لكم الفيديو ان شاء الله كي نعودوا نديمونطيو فيها ولا وبعد ما نكملوها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.